أسدل مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته 33 الستارة على فعالياته التي انطلقت في مطلع أكتوبر بعد أن قدم توليفة من الأمسيات التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة في رحلة موسيقية فريدة امتدت على مدار أسابيع. ويعكس المهرجان رؤية المملكة في استثمار الثقافة كوسيلة لبناء جسور التواصل والتفاهم والتأكيد على دور الفن في تعزيز التعايش والسلام بين الشعوب. بعد رحلة موسيقية فريدة امتدت على مدار أسابيع من شهر أكتوبر، اختتمت فعاليات النسخة 33 من مهرجان البحرين الدولي للموسيقى الذي جمع محبي الموسيقى من داخل مملكة البحرين وخارجها في أجواء فنية ساحرة. هذا الحدث السنوي يعد واحدا من أهم المهرجانات الموسيقية في المنطقة، حيث يسعى لتعزيز التراث الموسيقي والثقافي من خلال تنوع فني متميز يجمع بين الموسيقى العربية والعالمية. تميزت هذه النسخة من المهرجان بجدول متنوع من الفعاليات التي قدمت تجارب موسيقية غنية من مختلف الأنواع الموسيقية، إلى جانب عروض موسيقية تمزج بين الأصالة والمعاصرة، كما شهدت مسارح البحرين ومواقع ثقافية أخرى حضورا جماهيريا كبيرا، حيث اجتمع الأشاق الموسيقيون للاستمتاع بعروض من كبار الفنانين والمبدعين من حول العالم. مهرجان البحرين الدولي للموسيقى يمثل جزءا من جهود مملكة البحرين المستمرة لدعم الفنون والثقافة، وذلك لتعزز مكانة البحرين كمركز ثقافي إقليمي جاذب لأنظار العالم.